السلام عليكم ورحمة الله. مع مشاهد القيامة وروعة وفزع الموقف، الإنسان لا يرجو من الدنيا أكثر من العفو من الله سبحانه وتعالى. لذا كان أفضل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما تقول في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والعفو هو محو الذنب، أما المغفرة هي عدم المؤاخذة عليه، يعني الذنب يمحى من الصحيفة فلا يوجد أصلا، لا يوضع في ميزان، ولا يتلقى عليه الإنسان عتاب، ولا يستحي منه، وقد ينساه مع محوه، قد ينسى العبد الذنب الذي فعله لأن الله قد محاه. لذلك العفو أفضل من المغفرة. المغفرة يبقى الذنب والله لا يؤاخذ عليه، ولكن يبقى حياء العبد من نفسه بينه وبين ربه، يؤلمه ويوجع ضميره. لكن من الناس من ينالون درجة أكبر من العفو، وهي تبديل الحسنات سيئات. الذنب إذا عفا غفره الله بقي ولم يؤخذ عليه، وإذا عفى عنه الله محاه. إنما تبقى طائفة من الناس يبدل الله سيئاتهم حسنات، يكون عندهم كم من السيئات وقدر من الذنوب كبير يطلعهم عليه، كما في الحديث في سنن الترمذي إن الله يضع كنفه على عبده المسلم، يعني يضع ستره على عبده، ويقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، يقول: يا عبدي ذنب كذا يوم كذا فعلته يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب فعلته. فيقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، فيقول له: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا واليوم أبدلها حسنات. فيفرح هذا العبد فرحا شديدا ويقول: يا رب إن لي ذنوبا أخرى لم تذكر. بعدما كان يتساقط لحم وجهه حياء من الله سبحانه وتعالى وحرجا خجلا من هذه المعاصي، يدل على نفسه لما يرى من سعة فضل الله ورحمته: يا رب إن لي ذنوبا لم تذكر، لي ذنوب أخرى عشان تتبدل حسنات بالمرة. عم إبراهيم، فأفضل ما تسأله في هذه الأيام، ما تتعبش روحك في الأدعية الكثيرة والمتعبة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما تتكلش على حاجة، لأن مفيش حاجة هتنفع إلا عفو الله، لا عمل ولا شفاعة قريب ولا غريب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوم القيامة، نسب كثيرة من الموجودة في الدنيا لن تكون موجودة في الآخرة، منها نسبة القرابات والصلات والأرحام. في خبر عن سيدنا المسيح لم أستوثق منه لكن معناه صحيح، يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة: اللهم إني لا أسألك إلا نفسي، اللهم إني لا أسألك مريم التي ولدتني. الواحد مننا لو له شفاعة واحد يختار بين أبويه، أمه أم أبيه، إنما سيدنا المسيح ما عندوش اثنين، عنده أمه خلاص. ورغم هذا يقول: لا أسأله إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. فأفضل دعاء ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وريتك تربط بدعاء تاني: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اثنين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي معجم الطبراني الكبير: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة أجرا. إن شاء الله لن يرد الله أمة دعت دعاء واحد، حتى هو في القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صعب دي يا أخوة، مش هطول عليكم. ورمضان يعني مش رمضان بس، العمر كله كما لو كنا تولدنا أمس. الله خير، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عننا ويغفر لنا والوالدين والأصحاب الحقوق علينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم.